لبيئة متنوعة مستدامة وضمن أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، تستمر أعمال منتدى المناخ والتنوع الحيوي لليوم الثاني والمقام في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي. اجتماعات اليوم سلطت الضوء على فرص الأعمال وأحدث التقنيات المستخدمة لتحسين المناخ، مع استعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات والدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي في مجال الاستدامة. كما يستضيف جناح المرأة اليوم جلسة تحت عنوان نساء يقدمن مسيرة حماية كوكبنا، تركز على التأثير المتباين للتغير المناخي على النساء، كما تقام فعالية وعد الناس بالتأثير المناخي الإيجابي وتهدف إلى تحفيز الشباب لتأدية دور فعال في معالجة التغير المناخي.